السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تكبتا معايا ودا عليا مع وليداتي الله يرحم الوالدين. يا ربي يا كريم. وحاملة وبغيت نولد هذا شهري ومضيقة الله الله. عرفت ضيقة ديك الوقت هذا حنان. بزاف عمي الحال. ولا مشاكل أخرى. أنا ما عرفتش مالي. لا إله إلا الله. بزاف 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 عمي الحال. لا إله إلا الله. والله العظيم لا ما تشوفش حالي. الله يشافيك ويعافيك يا رب. امين. الله يشافيك ويعافيك. امين. بتكدا عليا مع وليداتي. عندي بنتي ووليد. الله يخليهم ليك ويفرحهم بهم. يا رب باذن الله. انت معايا بزاف بزاف راه عرفتي راه شي 3 سنين هادي وانا تنعيط لك. حتى اليوم ما عرفتش نهضر معاك. جزاك الله الف خير لاله حنان. حتى انا ميت ليا والديا وكبرت انتما. الله اكبر. ومقلاته بزاف بزاف حساسه بزاف بغيتك تداها معايا وداها مع وليداتي ومع راجلي بشي رزيق يفتح لنا الله شي باب الخير يا ربي باذن الله باذن الله. لا لا بارك الله فيك بارك الله فيك احسن الله اليك الله يفرج عليك يا ربي. لا اله الا الله. لا لا حنان هذه الحاله ديال الضيم هي كتسمى حاله من الاكتئاب تصيب النساء في اوقات معينه. كاين المراه اللي كتجيها عند اول الحمل كاين اللي كتجيها قبل الوضع كاين اللي كتجيها في فتره النفاس كاين اللي كتجيها في فتره الوحم. حاله ديال الضيم هي حاله ديال القلق والتوتر هبوط المعنويات. هي غير حاله نفسيه تنتاب الانسان ويمكن ان نرفعها. رفعها قد يكون بادويه مقويه من طرف طبيب مختص وقد يكون رفعها فقط بأن نجدد الإيمان في قلوبنا. غنقول أن في الضيم. علاش في الضيم؟ أش ضاع ليا؟ غنقول ضاع ليا كذا ولم أحصل على كذا وقد وقع لي كذا وكذا. غنبقى نعدد ونفكر ونبرز الأشياء اللي ضاعت ليا واللي أنا ما نلتهاش وغنقول وكلها ما قيمتها؟ ما قيمتها كلها؟ اش كتساوي؟ كنقول الاحباب ديالنا اياكم ثم اياكم ان تعظموا من شان الدنيا. ما تعظموهاش. عظموا شان الايمان وشان الاديان. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضه. واللي مشات من الدنيا الله يسهل عليها وداعا وربي عز وجل يعوض في افضل منها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. فقط هذه الدنيا. الدنيا كلها أنا أملكها. لا فرق بين غني وفقير ولا ما بين زعيم وبين إنسان عادي. لا فرق إلا بهذا المقدار أن تصبح وأنت معافا في بدنك ما عندكش مرض خطير و آمن في سربك ما كانش خطر يهددك ويهدد أولادك وعندك قوت يومك عندك باش تقضي داك النهار لقمة العيش فقد حيزت لك الدنيا بحذافرها أنت وسيد الناس. إلا أن المشكل ديال هذه الحالة اللي عندك لالا حنان راهي في الأصل غير وسوسة شيطانية. إبليس كيجي لعند الإنسان كيقول له أنت خاصك كذا أنت ضاعت لك كذا انت كان بامكانك توصل لهذا وما وصلتش لها انت كان وكان وكان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اننا لا نقول لو كان. اياك ان تقول لو فان لو تفتح عمل الشيطان. لا تقول لو انني فعلت كذا لو اني لم افعل كذا تفتح عمل الشيطان. كيدخل لك ابليس وكيبقى يعبت في فكرك العبث الفكري كيبقى يقول لك كاين وما كاين وما كاين وكيتلفك وكتصبح بانك انت في بؤس وشقاء. وما قيمه هذه الدنيا حتى اشقى؟ ما قيمتها؟ نحافظ فقط على الدين تكون سيد الناس. لالا حنان كاين واحد الاذكار خاصه برفع المعنويات. اذكار خاصه بهرمون السعاده يزدان في الجسم بكامله وهو الصلاه على النبي المختار. لنكثر جميعا
على خير الأنام سيدنا النبي المختار، وسوف نرى عجائب قدرة الله، خصوصا صيغة أهل السعادة. وضع العلماء والصالحون والعارفون بالله ما يسمى بصيغة أهل السعادة في الصلاة على النبي المختار، وهي أن نقول: اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك، على أسعد مخلوقاتك. كنبقى نقولها ونكررها. كيعطيك الله تعالى هرمون السعادة ينبعث من جسمك، وغتحس بأن غدا العيد، غدا العيد، غدا الفرحة، وكل الأحزان تنقلب إلى نعم ربانية. حتى إذا كان مثلك شي حد كنت حزين عليه، الله تعالى يعطيك الانطباع بأنه الآن، الآن في ضيافة الرحمن، أنه ينغمس في أنهار الجنة، وأنه جالس مع الأهل والأحباب والخلان الذين سبقوه بالإيمان. ومن ثم تتصور الحياة كلها جميلة، وتغلق الأبواب عن وساوس إبليس. الله يحفظك لنا حنان، الله يشفيك ويعافيك ويحفظ بك الله تعالى الوليدات، ويكمل لك الله الرجاء في هذا الحمل. يا رب يكون هذا الحمل يكون زياد خير في الإسلام، ويكون إن شاء الله تعالى عربون محبة ومودة بين العائلة والأحباب، ويحفظ لك الله تعالى الوليدات وينميهم ربي تربية حسنة، ويحفظ لك مول الدار ورزق الله رزقا واسعا طيبا. الله ينور الطريق ديالك لالا حنان، وبقي معنا ختام الحلقة ندير واحد الدعوة ديال الخير مع وجوه الخير اللي كيسمعوا فينا الآن كاملين، وإن شاء الله تعالى ربنا يباهي بين الملائكة في السماء ويقول: لأستجيبن لكم ولو بعد حين. يا ربي يا كريم عجل الجميع بالفرج، آمين آمين يا أكرم الأكرمين. لالا أمين السلام عليكم. عليك السلام دكتور كريبان، لاباس عليك؟ مرحبا لالا. لاباس عليك، كيداير بخير؟ ما عرفتينيش. واش لالا أمين اللي كانت فشلة؟ هي العروسة ديال البرنامج. هي لالا أمين اللي كانت فاقدة للبصر وعطى الله قوة البصيرة. صافي نغير شوية معايا أنا شوية، صافي ما عرفتينيش. أي الصوت تغير عليا تبارك الله، بلي وليت دابا عروسة إن شاء الله تكون من حسن إلى أحسن بإذن الله. الحمد لله يا ربي. بنتي لاباس عليك، كلشي بخير. اللهم امين، اللهم امين. كنعزيك الوالده وكنقول لك البركه في راسك. الله يطول عمرك بنتي امينه. وبغيتك تدعي معايا والمستمعين يقول امين، بحال ما جاب الله الوليدات. لا اله الا الله. ما جابش لها وليدات يا ربي، قريبا انا بغيت الله يسال لي الولد غير بنيته ثم اشراق، هذا الشيء اللي كنتمنى وحق الله العظيم. وما ذلك على الله بعزيز. دعي معايا عام هذا وما جابش الله، وبغيت تكون عندي بنيته، كنحلم بها تكون عندي بنيته، وغندوز لك جوج ديالي. واخا بنتي امينه. كنجمع نتكلم على جميع البنات، على حنان. شكرا لك. من وزان وعلى مريم وعلى الوزنه وعلى ساره من دي صويره وجميع البنات. ابو بالله. بارك الله فيك بنتي امينه. بغيتك وندوز لك الراجل ديالي. واخا بنتي امينه مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا الشريف. كده ودي لبس عليك. بارك الله فيك. الله يكرمك مولاي، الله يكرمك. جزاك الله الف خير. انا كنذكر اللي ما زرتني انت ولا امينه في الاذاعه، وفرحنا بك والله العظيم، وكنتمنوا فرحه كبيره من يصلكم الله الذريه الطيبه وتفرحوا بكم. الله يرحم ديك الوالده. اللهم امين اخويا، اللهم امين. الله يرحم ديك الوالده، بغينا شي دعاء بالانجاب ان شاء الله. اللهم امين يا رب. الوباء. يا ذا الجلال والاكرام. الله يرحم الوالد. اللهم امين. شكرا لك مولاي، شكرا لك. الله يجزيك بخير. حفظك الله ورعاك، شكرا شكرا. لا اله الا الله. لالا امينه شابه مباركه محبه للقران العظيم. زارتنا هذه واحد ثلاث سنوات في الاذاعه في رمضان، وكانت مسابقه القران العظيم، وقرات ما تيسر من كلام الله، وكانوا المقرئين، وقالت لهم دير معايا واحد الدعوه، ربي يعطيني شي ولد الناس. وسبحان الله العظيم، الجماعه ديال اهل القران من دعاو الله سبحانه وتعالى بعث لها واحد الشاب اللي تكلم دابا الان، وفي الحسن والجمال ورونق الهنداني واللباقه والاخلاق العاليه. وفرحت باللي زارونا بجوج، هما عروسين دايرين الحنه في يديها ولابسين الخواتم واليد في اليد، فرحه كبيره. السنه الماضيه زارونا وجاو الاذاعه، والاذاعه كلها فرحات بهم، وقلنا ان شاء الله تعالى ما كرهناش ندير لهم واحد العرس كبير، وتكون على النفقه ديالنا باذن الله، ونكونوا فرحانين وسعداء بهم. وكنتمنى ربي عز وجل يكرمهم
بالذريه الطيبه. للا امينه لعل في ذلك حكمه، لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم الا خيرا. وانت للا امينه ما طلبتي غير الموجود، طلبتي الخالق اللي هو المبدع اللي كيعطي كيخلق من لا شيء، سبحانه يخلق ما يشاء، وهو القدرة للخلق لا يمكن أن تكون لأحد سوى لله جل علاه الخالق المبدع. وكلما طرقنا بابه يعطينا، إذا تأخر علينا علاش هو السبب؟ كنبقاو ندعيو الله ندعيو الله وربي باقي ما عطاناش. ملي كنكثر من الدعاء جبريل يقول يا ربي إن أمتك فلانة دعتك كثيرا، يا ربي هل أحقق رجاءها؟ هل أعطيها طلبها؟ فيقول الله تعالى لا يا جبريل لا تعطيها طلبها. تقول لماذا يا رب؟ قال لأني أحب أن أسمع دعاءها، إن دعاءها بالليل ودعاءها في السجود أحب إلي من الخلق وما حولهم. الله تعالى يفرح ويسعد بسماع العبد المؤمن والأمة المؤمنة يدعونه في جوف الليل ويترصدون الأوقات الصالحة للدعاء للاستجابة. راه قادر سبحانه يعطي، أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول لو كن فيكون. راكين مشركين وكافرين وملحدين أعطاهم الله الأولاد والبنات والأرزاق والحضواء رغم أنهم غير مؤمنين، لكن المؤمن حاله خاصة، يبغي يعطيه أو كيبغي منعه يباهي به الملائكة، وإن شاء الله ربي غادي يعطيك أكيد لا شك ولا ريب لأنه سميع مجيب. وإن شاء الله تكون بنية غزالة بحالكم وتسميها إشراق تشرق حياة السعادة عليكم من كل جانب. فالسادة المستمعين الله يجزيكم بخير، تعاونوا معنا بواحد الفاتحة نزود ديكم جميعا وندعي الله تعالى للا أمينة والزوج ديالها. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسعد ابنتنا أمينة بحمل قريب. اللهم للا أمينة بشرها بحمل قريب، اللهم ارزقها ذرية طيبة، ارزقها يا رب كما ترغب بنية جميلة صبية راقية يا رحمن يا رحيم، واجعلها سليمة كاملة في أوصافها في سمعها وبصرها وعقلها وفؤادها يا رب، ولتسميها إشراق كأن نور الإيمان يشرق عليهم أجمعين. اللهم إنا دعوناك ولا ندعو سواك، وليس رب غيرك يا رحمن ندعوه ونتوسل إليه. اللهم دعوناك وأنت على كل شيء قدير، عجل 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 بالفرج لابنتنا آمنة بحمل قريب، وارزق زوجها رزقا وفيرا، ارزقه رزقا كثيرا، ارزقه رزقا حلالا طيبا، وأسعد قلوبهم أجمعين يا ربي يا كريم. وكل من كانت تشعر بعسر في الإنجاب أو في الحمل اللهم ارفع عنا العسر وبدله يسرا، وعجل الجميع بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. شكر الله لك بنت أمينة، وحفظك الله ورعاك الله ويجعلها ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين، آمين يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.